التي اوه راي تسلل من لويس سواريز. نعم قلت تحدث الاخوان في الاستوديو عن ليو ميسي وعن اصراره الدائم على لعب المباريات الكره هي فلسفه فريق برشلونه الذي لا يكل. كره من عند بوسكيتس البحث عن سواريز، سواريز يراقبها ليو استلمها خطيره راي تسلل انساو اللاعب دوني سواريز من هناك في القائمة الثانية. نعود نشوف اللقطة ونشوف الإعادة كيف أن دوني سواريز كان منسي في ال 50 الركنية أرضية. لا 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 أول كرة صعبة رائعة جدا ليو ولوي سواريز بالقاقب كاد يباغة الحارس، الحكم المساعد لم يرفع الراية، لاعبو أولمبياكوس يحتجون على الحكم ماو رغم انه الكره سواريز بابا بابا با خطيره الكره رائعه التمريره من هناك من دونيس سواريز للويس سواريز. ثاني فرصه لبرشلونه، لويس سواريز بمقدمه رجله سد على الخلف لحارسه وامتيتي ولا سوء تفاهم بين امتيتي وتير شتيغن الذي لم يكن بامكانه ان يرفع الكره بيده لانها جاءته من زميله. بينية ترجع له ليو دخل ليو راح ليو زاد ليو دخل ليو بابا ليو قلت لكم منذ حين بأن الكل يتغير في برشلونة إلا ليو سواريز يلحق على هذه الكرة بروتو ليو بروتو أولالا الركنية الخامسة بعد هذه التسديدة من بعيد من ليو ميسي لصالح برشلونة ولصالح ليو. بعيدة شوية هذه الكرة يا ليو حوالي اللاعب باناجيوتيس تشادي ديباتهم والتزامهم بالدفاع بالدرجة الأولى الكثافة العددية لأن فلسفتهم هي استرجاع الكرة في أسرع وقت ممكن. لويس سواريز هنا في صراع مع تشاديسيس حاول تشاديسيس أنه جيوتيس تشاديسيس أول بطاقة صفراء في المباراة حاول نقطعهم ونبغتهم وانطلاقة خطيرة الكرة دي التسديدة ولا قدراتهم وهي إمكانياتهم وهي محاولاتهم لمسة واحدة اثنين ثلاثة أربعة وصلنا للحارس تير شتيغن وكاد يأتي الجول من هجمة معاكسة لسواريز لويس سواريز من هناك باولينيو تلف عندما يستلم ميسي عندما ينطلق ميسي سرعة فائقة في الانطلاق صنع الفارق في سواريز سواريز ليو يضيع فرصة تسجيل هدف رقم 98 في دوري الأبطال. أي 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 فرصة خطيرة جدا في هجمة معاكسة سريعة لعناصر فريق برشلونة. الكرة خرجت ضربة في العارضة الأفقية مرة أخرى تمريرة سحرية من ليو ميسي في اتجاه لويس سواريز كاد يأتي الجول. الكرة ضربت في العارضة الأفقية وخرجت خرج من وضعية التسلل أن لويس سواريز لم يكن متسللا في الإعادة بالتصوير البطيء كرة ليو ميسي للويس سواريز.